دشن أمين عام المجلس المحلي بشبوة عبد رب هجلة توزيع 1200 سلة غذائية على عدد من النازحين والأسر الأشد فقرا في مديريات عتق وحبان وعرماء وجردان بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلال التدشين أشار أمين عام محلي المحافظة إلى أهمية هذا العمل الخيري في حياة المستفيدين، كونه سيساهم في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وتخفيف المعاناة عنهم، مشيدا بالدعم الإغاثي والإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الاتجاه، وداعيا المختصين إلى تسهيل إجراءات حصول المستهدفين على حصصهم من هذه السلال الغذائية بكل سهولة ويسر، منوها إلى حاجة المحافظة إلى المزيد من هذا الدعم الإغاثي والإنساني نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وذلك بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب والوطن منذ عدة سنوات. اليوم ندشن مشروع الأمن الغذائي في محافظة شبوة المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، عدد 1200 سلة غذائية لعدة مديريات، يعني توزيع شبكة النماء. نحن باسم السلطة المحلية في محافظة شبوة نقدم شكرنا للمملكة العربية السعودية وبالأخص مشروع الملك سلمان للإغاثة على ما يقدموه للنازحين في هذه المحافظة.